أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الصبط هو ابن الأخت، فما هو ما قلت ابن الأخت يا أخي، ابن البنت، ما فت الأخبار إلا رواتها. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله: إيش يقول؟ ذكرتم حفظكم الله أن الصبط هو ابن الأخت. ما قلت هذا. نعم، وأنتم تشهدون على هذا. نعم.